أس وش عرفني؟ بدك ما تأخذني، أنا هاي أول مرة بشوف حضرتك فيها. أول مرة ها؟ أنا فرحان. ليش لا؟ افرح وكيف. أنا فرحان يعني بقولك إنه أنا فرحان، يعني اسمي فرحان، فرحان الأستاذ فرحان، فرحان فرح سعيد. ولا إيش شغلتك هنا بس قاعد بتتمضحك على الناس؟ لا 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 لا، بدك ما تأخذني يا أستاذ فرحان، اتفضل اتفضل استريح. بتحب أجيب لك قهوة ولا شاي؟ ولا قهوة ولا شاي ولا حكي فرض، أنا بس بدي أفهم شغلة واحدة. أها شو هي؟ تفضل. ليش حضرة جنابك تيجي لعندي على الدكانة تتلصلص وتتعرف على الأخبار؟ ليش ما بتناديني لهون أحكي وأتفهم أنا وياك في الموضوع؟ يا أخ فرحان إحنا متأسفين. متأسفين سيد؟ متأسفين؟ شو هالمتأسفين الفارطة هذه؟ وين بدي أصرفها متأسفين الفارطة هذه؟ اسمع أنا بجوز هالمرة بس أسامح، لكن غيرها أنا ما بسامحش ولا بسمح لواحد منكم أبداً تاني مرة يطلع عندي على الدكان. خلص خلص يا أستاذ فرحان، اعتبرنا إحنا متأسفين وبكرر لك أسفي أنا، ومش ممكن أودي مرة ثانية أي موظف عندك على الدكان. بدي أعرف شو اللي بدكم إياه مني؟ ليش لحقين؟ سمعتوا إنه في عندي دينارين في البنك جايين تطيروا لي إياهم؟ أبداً أبداً يا أستاذ فرحان، إحنا متأسفين متأسفين جداً. أسفكم غير مقبول. معلش ولا يهمك، حقك علينا، إحنا المخطئين، واعتبر نفسك يا أستاذ فرحان معفى من الضريبة. هذا الحكي الصحيح اللي مش فرط هيك ما بتيجي غير في العين الحمراء، في العين الحمراء ما بتيجي غير في العين الحمراء والحكي المش فرط هذا.